ثم حد شيء، لا ثم سكر، لا ثم حليب، لا ثم زيت. خذوا هذه مصبرش وليد، هي بيعني يا لوحني في الزبد. نعطي لك البنية تجيب لي 3000 سكالوب ولا 3000 دجاج والله. أما الزيت هذاك الزيت المدعم يقولوا احنا زيت الحاكم، صدقني وراس ولدي توا 3 سنين لا دخل لي الدار. بنتي الغلية والكوية ود والله العظيم بالمنجد والله ولا تلقى بلاكة محطوطة على نصبة ولا تلقى سوم صحيح. كل واحد اش يقول لك قسما بالله توا ما سوم صحيح تحط البلاك على روح. أما كيفاش هكاك اسقاطة كيما ذيك تحطها ب 2000 فرنك والله غالية صدقني ما نهبطش. كل راس كل ما ناخذك الماندا نهبط نتفتف شويه هذاك الشهر كامل قسما وعظما راني حلفت لك راني نقول لك. نعطي لك البنيه تجيب لي 3000 سكالوب ولا 3000 دجاج والله راني حلفت لك والله. الدواء والهو وذاك هو خاطي الرئيس وخاطي كل شيء. احنا في بعضنا احنا في بعضنا هاو نقول لك احنا في بعضنا خاطي الحاكم وخاطي الرئيس وخاطي الكل احنا في بعضنا ما نحنوش على بعضنا. احنا اكثر فيه السكون وعبيت اكثر فيه عبيت حوت نبيع على شراء سلا جيبه كيف اخسيات بيع لي لوحنا وليدي وين البدع وين الخدمة وليدي لبيع على شراء وليدي وين الخدمة ميتة بيع على البلاد شو لسعى بلي تعب تشري خوي سوية مش نوع سوى انا خطينا انا مش يقول هو اللي يحكم بابا اخوي قشار غادي اللي يحكم خذ المسكين شو بيع الكياس يخدم خير من المرشين الكياس قبل وين مسك العبيد عندي ايش العبيد فارغه عبيد فارغه بيت مين العبيد اكثر فيك تعدي تقيدي فارغه اكثر فيا نشف الذبان حاجه تو كيف سمعني هاي ب 600 كيف بيع فيها ب 2000 وبيع فيها كذا بيع فيها ب 600 فرنك قول لي وليدي وين البيع والشراء وليدي شيء هاي وليدي شيء يفدد وليدي خذ راي طيب شاجب في شاجب ما يعجب شيء وليدي أقول لي شباب تبارك الله شنو شيء وليدي يعني كنا هكا ما كناش هكا وليدي لا ثم لا زيت لا ثم لا سكر لا ثم عاد شيء. قول لي وليدي توا خضره نقولوا اليوم شيتها غالي قلت له شيء رخيص الخضره مرة تطلع مرة تهبط الخضره فاهم وليدي الخضره هذه ما تصبرش وليدي هي بيعني يا لوحني في الزبد كل شيء هنا فايده يخبوا يدرقوا يعملوا عليه الكوه الكوه عليه الله يرحمك يا زين برجلي حتى صعيد مش خايب صعيد زين يعرف ربي هذوم اللي كانوا هذوم يعني شو بعثونا اولادنا لسوريا بعثوا الدنيا كل ما بعث صهاين عاد تخبى صهاين ما صاحب صهاين ليه بيت شنو اللي بليت تعجبك جديد بلادنا باهي عز بلادنا شعبنا باهي شعبنا عايش شعبنا وشعبنا يحب واحد برك ما يحبوش 20 واحد فرطاس يا برنامجنا حوا هذاك والله فرحت الله يرحم والدينا نحاه ويرحم والدينا وخلوا الرئيس يخدم ويرحم والديكم من فوق ما كليتوا ذلكوا عملتونا عطيت 10 سنين ما لعد 10 سنين دعانا ونكون في العصا ابعدونا اخوي خلي الشعب ياكل خبز اخوي عليه الشعب كي عليه شنو يعجبك كي بلادنا فيها الخير ونعمة الحمد لله ولادنا باهي انتم الاربع كعبات هذوما يسيبوا اخوي ما عملكم حتى شيء يسيبك اخوي كجا عدو غام فيكم جملة اللهم الله يرحم والدي رئيس باهي مش خايب رئيس يكثر منه الناس كجا عدو غير وعدمهم كيف السيسي راهو نزل عليهم ذبحهم ذبحه نلقاش السوم اللي يرفق وكذا حليلت و فريمون والله كلاونا ما ثماش ما ثماش ما تلقى ما تشري ما تلقى ما تشري دور 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 اون فانت كونت تروح القفه فارغه بالحق
الحق ما ثماش، لا سوا فوا تروا فوا ولا علات ما ثماش. عندك صغير تحير فيه في مش تشري له حتى طرف غله باش يهزها قوتي. ياسر والله ياسر والله ياسر. حتى شاتي انا قمت من الصباح باش نشري السكر، شديت الصف شديت الصف مش يجيبوا الحاكم باش يفضها. راه واحد ثم حد شيء، لا ثم سكر لا ثم حليب لا ثم زيت، حد شيء حد شيء حد شيء باش مش نعيشوا. لا نعرف هذه لا سياسه ممنهجه، لا نعرف حد شيء، ما عرفتش شنيه هذا يعني. موتوا في بلادكم حيين هكاك واقفين وما نعرفش شنيه، ما نعرفش شنيه. توا كي تخرج للمارشي والله بدون مبالغه تنجم 100,000 ما تشريش طرف سكانو، تشري ليسونسييل. حليل ولي عنده ثلاثه صغار واربعه، انا صغير برك نحير في القوتي نتاعو. بالمقارنه على الانسان الصلاغي اشياخه، كي تخرج انت كي تاخذ زوز ملايين ما تنجمش مش تكمل. والله والله ولينا منحين الحاجات يعني نضحيو، خلي الصغير ياكل، ولينا نعيشوا بالضبط واقل من الضبط. نحينا ليسونسييل ريتا. الحليب ما ثماش برا، اي وصغيرك انت تنجم. انسيبورتابل والله انسيبورتابل والله. ماذا بينا السولات هكا تعمل لنا حل. صدقني المرشي درته كله نشوف الاسوام، وكل سوم اكثر من الاخر. لقيت حتى السوم مناسب ومساعد. اقل حاجه البصل ب 18% معقول توا هكا. انا 7,000 كنت نقضي بهم كل شيء، ناخذ بهم كل شيء. توا 7,000 يجيبوا لي مثلا كيلو ولا زوز كيلو بصل وكيلو ولا زوز كيلو بطاطا كهو. هذيك ماهيش معناها طنجره انا باش نطيبها لاولادي، باش نعمل لهم بصل وبطاطا كهو. ماهوش معقول بصراحه. ياسر ولات غاليه الدنيا ياسر يا وليدي. أنا واحدة من الناس ناخذ الانتريت نتاع راجلي 600,000 ما تززينيش. صدقني ما تززينيش، خاطر الخضرة غالية برشا. اللحم ما تحكيش، هذاك ب 23 ب 33 وب 34 و بصراحة ياسر غالي. الدجاج ولا الدجاج ما تحكيش، عاد علي ب 15,000 ولا كيلو. السكالوب كيف كيف ب 20,000. هذاك معناها نتاع الزوالي كان. العظم ما تحكيش، البلاتو كنت ناخذ فيه أنا ب 5,000 وب 4,000. تو البلاتو عظام ب 9,000 وب 10,000. بصراحة ياسر ياسر غالي. بلادنا ولات، علاش هما ولادنا هجوا؟ ولادنا قاعدين يرموا رواحهم في البحر، خاطر ما عادش تعايش البلاد. ياسر غالية الدنيا ولات. الله يقدر الخير وكاو. السكر ما فماش، والزيت ما فماش، والحليب ما فماش. وكي يتوجدوا يقول لك ما تاخذش كونتيتي كبيرة، تاخذ باكو وكاو. اللي عنده عائلة باكو ما يزازيش. الزيت ولا ب 34,000 اللي أنا كنت ناخذ فيه ب 18,000. الطماطم بلفي ب 3,000 وب 4,000، الحك ب 5,000، حك طماطم بكيلو. بصراحه ما عادش نجم يعيش لا الزوالي ولا اللي لاباس عليه. بيضا ما عادش يخلط، اجبد 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 سي. باكل حليب ب 14,150، كيلو السكر ب 2,000. ماهوش معقول بصراحه ياسر ولات غالي. يلزم العباد تتحرك والرئيس يتحرك والعباد كلها تجي مع بعضها تنقص شويه في الاسعار. فما حاجات ماهيش موجوده اصلا. أنا حومتي مثلا الخبز بعد نص نهار ما عادش تلقى حد، ونص نهار قال لك الكوش ما عادش يخدم خاطر فماش فارينة فماش سميد. أما الزيت هذاك الزيت المدعم اللي يقولوا احنا زيت الحاكم، صدقني وراس ولدي توا 3 سنين لا دخل لي الدار خاطر ماهوش موجود، ما يجيناش أصلا الحومتي.